قضية إحراق إحياء علوم الدين، كتاب الإمام الغزالي، كتاب المشهور، كتاب الذي تلقت الأمة بالقبول وإن كان فيه بعد قضية الحديث كذا. لكن إحراق الكتب ليس موقف المحمود، لكن فعله علي بن يوسف بن تشفين، فحرق إحياء علوم الدين. حتى بعد ذلك جاء الإمام أبو القاضي أبو بكر ابن العربي، فهو من تلميذ الإمام الغزالي رحمه الله، فانتهى القضية. لكن أنا أضرب هذه المثال أمثلة الذي حدث في تاريخنا الطويل، وهو أن التداخل الحكام والأمراء أحيانا بخلاف الذي حدث أو موجود في الأمة هو سبب من أسباب التفرق الشديد، هو السبب أسباب الذي تؤدي إلى تفريق هذه الأمة.